شكرا سعادة الرئيس على ما سمعناه من إطراء، وأشكر الجميع. وبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أوجه الشكر إلى جامعة الملك سعود متمثلة بكلية الآداب بقسم التاريخ على عقد هذه الندوة المباركة، الندوة السابعة للجمعية التاريخية. وأشكر القائمين على هذه الجمعية وعلى رأسهم أستاذي الدكتور عبد الله الزيدان وأستاذي الدكتور إبراهيم الذين أتاحوا الفرصة للمشاركة في هذه الندوة. الشكر أيضا موصول شخصيا لضيوف الندوة من خارج وداخل المملكة، ونحييهم في مدينتهم الرياض، ونتمنى لهم إن شاء الله إقامة سعيدة. بحثي معنون بمبشر الحاج في العصر المملوكي. هذا المسمى كان يطلق فترة الخلافة الفاطمية بسابق الحاج، كان يسبق الحجاج العائدين من مكة إلى القاهرة، ويبشر الأهالي ويبشر الخليفة بعودة بسلامة الحجاج. في العصر الأيوبي، لتتبعي للمصادر وبعض في الفترة السابقة، لم أجد إشارات تشير للمبشر، ويبدو أن السبب للصراع القائم بين المسلمين بين الدولة الأيوبية والصليبيين في بلاد الشام، فتصبح الطريق طريق الحج المصري وطريق الحج الشامي في أغلب الأوقات مغلقا. فبالتالي لم أجد إشارات عن هذه الوظيفة وهذه المهنة. بعد أن سيطرت الدولة الأيوبية واستطاعت القضاء على بقايا الأيوبيين في الشام بعد معركة عين جالوت سنة 658، وخصوصا بعد استيلاء السلطان الظاهر بيبرس على مقاليد الحكم، بدأ المماليك في فتح الطريق البري. ونجد أن أول إشارة وردت في المصادر المملوكية كانت للسلطان الظاهر بيبرس أثناء حجه سنة 567، الذي كان حج محفوفا طبعا بالسرية التامة لخوفه من كمين الأعداء أو خوفه أيضا من الصليبيين في الشام، فكان أحاط هذه الحج بالسرية التامة. وأثناء عودته أيضا الذي أحاطها بالسرية التامة، عندما وصل إلى الكرك ندب بشيرا إلى دمشق ليعلم الأمراء والخواص أنه قضى حجته وأنه قريبا من الوصول إليهم، فدقت البشائر وبدأوا يبدأون في استقباله وتزيين دمشق لاستقباله. مصطلح المبشر أثناء مسحه للمصادر ورد بعدة أسماء، فتجد بعض المصادر يذكر مصطلح مبشر الحاج، والبعض الآخر مبشر الحاج، وأيضا هناك من يقول البشير. والكتب وأغلب الكتب المملوكية في الشام تذكر كتب الحجاج، يعني ما تذكر البشير. فتعددت مسميات مبشر الحاج في المصادر المملوكية. الوظيفة المبشر هي بمثابة تعد طبعا هي بمثابة ناقل الأخبار للسلطان، هذه هي المثابة الأولى، يعني الوظيفة تعد المهمة الأولى أن ينقل الأخبار للسلطان اللي ما جرى في مكة وأحداث مكة وما جرى إلى الحجيج، وسوف نتطرق إليها الآن. المبشر يبدأ رحلته بمرافقة الركب الحج المصري أو الحج الشامي إلى مكة. لم تورد المصادر له أي دور أثناء هذه في رحلة الذهاب.
تبدأ المصادر تشير إلى المبشر بعد أيام التشريق، يعني في ثالث أيام التشريق في مكة نبدأ يظهر دور المبشر في المصادر، أنه يبدأ يتجهز للعودة، يبدأ يأخذ يستلم المكاتيب من الحجاج، يأخذ التوجيهات من أمير الحاج بما يذكره إلى السلطان، وغير الأخبار التي دونها حتى يذكرها إلى السلطان أو نائبه في مصر أو الشام. يبدأ المبشر العودة لمكة، فهو يسبق الحجاج العائدين إلى مكة ليبشر طبعا الأهالي بسلامة السلطان إذا كان حاجا، أو يبشر الناس بسلامة أبناء أو زوجات السلطان إذا كانوا أيضا من ضمن الحجاج، أو يبشر الأهالي بسلامة ذويهم وأقاربهم. حتى أن الناس كانوا في مصر والشام إذا تأخر المبشر عن وقته يحصل، يعني كان المبشر في مصر عادة يحضر في نهاية شهر ذي الحجة، يعني نهاية أيام التشريق في 13 ذي الحجة، تجد أنه في نهاية ذي الحجة يبدأون يتوقعون وصول مبشر الحاج. في الشام في منتصف محرم أو في 10 محرم يكون موعد الحج، فتجد الناس يقلقون قلقا شديدا أثناء تأخر المبشرين عن وقتهم لحدوث مكروه، إذا حدث لهم مكروه فهم يتوقعون أن هناك أخبار لا قدر سيئة لأهلهم وذويهم. كيف يتم أو أسس اختيار المبشر وكيف يتم؟ نجد أن المبشر دور كبير في نقل الأخبار للسلطان، فهذه الوظيفة تبدو في ظاهرها طبعا لنقل الأخبار، لكنها أيضا تمثل أهمية كبرى على المستوى السياسي للسلطان. طبعا لا يرسل في هذه المهمة عادة إلا الخواص والأمراء، وذلك حفاظا على أمن البلاد الداخلي، حتى لا تصل، يعني حتى يضمن الأخبار سليمة وصحيحة تصل إلى السلطان أو نائبه. أيضا يخشى السلطان أثناء غيابه من في مكة أنه ينقل عن أخبار غير صحيحة، فيمكن يأتي هناك خللا بأمن البلاد أثناء غيابه. فالشخصيات التي تعددت وقامت بهذه المهمة من الأمراء والخواص وغيرهم ومن كلف بهذه المهمة، أوردت المصادر أسماء، فتجد في المصادر في بعض الأحيان يكتفون بمبشر الحاج أو بالبشير، لكن في بعض الفترات يذكر اسم المبشر. أود أذكر بعض نماذج هذه الأسماء، ذكرت بعض المصادر منهم الأمير سيف الدين السلاحدار الناصري قديما من الحجاز سنة 713 مبشرا بسلامة السلطان، كذلك الأمير بلك الجمدار اللي هو طبعا الشخص المسؤول عن لباس السلطان قديمة سنة 733 أيضا مبشرا بسلامة السلطان، والأمير سيف الخاصكي قديمة مبشرا سنة 788، والأمير أزبك الساقي طبعا هؤلاء الخاصكي هم من يلازمون السلطان والخاصة يعني من هؤلاء المماليك، وهناك تعريف طبعا للخاصكية. ويتضح طبعا من خلال الأسماء أن أهمية الاختيار المبشر يكون لها اختيار مهم واختيار دقيق لهذه المهنة وهذه الوظيفة. العودة من مكة، المبشر كما ذكرت قبل قليل عندما يرافق قافلة الحج أو ركب الحج المصري أو الشامي ما لم تذكر المصادر له أي دور في أثناء الذهاب إلى مكة، عند عودته يبدأ بالعودة ويتجهز في اليوم الثالث من أيام التشريق. هناك روايات يروي العسقلاني في إنباء الغمر أن المبشر وصل من الحجاز في القاهرة في 25 من ذي الحجة من سنة 794، يعني يخرج في 13 ذي الحجة ويصل في 25 قطع بحوالي 12 أو 13 يوما. أيضا يذكر هناك رواية أنه وصل إلى القاهرة في 23 من ذي الحجة، يعني هؤلاء المبشرين كانوا يقطعون المسافة في مدة 12 إلى أسبوعين، فيعد هذا إنجازا لهؤلاء المبشرين في قطع هذه المسافة.
مبشر الحاج الشامي يختلف قليلا عن مبشر الحاج المصري، لان مبشر الحاج يرافق حمله الحجاج من مكه الى في الطريق المدينه الى العلا، فاذا وصلوا العلا او تبوك بدات مهمه مبشر الحاج الشامي، فيتاخر قليلا ما يصل من 10 محرم او في 15 محرم، ويبدا يوزع مكاتيب الحجاج على اهاليهم وعلى اقاربهم. المهام التي يقوم بها المبشر سوف اذكر ليس جميع المهام، لكن اهم المهام التي يكلف بها المبشر، هناك الاخبار التي يحملها مبشر الحاج عن السلطان وسلامته اذا كان حاجا، وهذا اهم خبر ينقله السلطان الى ينقله المبشر الى مصر او الشام، حيث يشرع هؤلاء المبشرون القائد تطمين الناس بسلامه سلطانهم وقرب عودته اليهم. واضرب مثالا ما حدث سنه 732 عندما حج السلطان الناصر قلاوون، وقدم الامير بلك الجندار مبشرا بسلامته في الثامن من شهر المحرم. ايضا عندما قدم المبشر اطمأن الامراء والخواص، كانت هناك اراجيف في سنه 732 هناك اشاعات ان السلطان حصله مكروه، فلما قدم المبشر اطمأن الناس بسلامه سلطانهم، وهذا يعد دورا مهما للمبشر بتطمين الناس وتطمين يعني الاوضاع السياسيه في مصر او الشام. هذه الروايه تؤكد لنا اهميه الدور الذي يقوم به المبشر. ايضا روايه اخرى عن قدوم المبشر بسلامه سلطان اورده ابن اياس في حوادث سنه 884 عندما قدم الامير اسنباي القاصقي مبشرا بسلامه السلطان الاشرف سيف الدين قيتباي، يعلمهم بتقدمه الى القاهره، وبدا الامراء هنا بتزيين القاهره والاستعداد لاستقبال السلطان. هذه ايضا ناحيه تعد ناحيه اجتماعيه يتجلى فيها اثر المبشر، حيث يحرص اهل البلاد من الامراء وعامه باستقبال سلطانهم والاحتفال به، وهذا ايضا تحسب لدور المبشر انه يعلمهم متى قدوم السلطان. ايضا من الاخبار التي يحملها المبشر مشاعر الحجيج وسلامتهم وما نعم به من راحه اثناء الطريق او المتاعب التي صادفتهم من قله الزاد او الماء او تعرض لانقطاع الطريق او اللصوص. كذلك يقوم المبشر بنقل اخبار امير الحاج ومعاملته للحجاج، كيف كانت معاملته، سيئه، كانت حسنه، كانت كذا والى اخره. ومن الاخبار التي ينقل المبشر ايضا اخبار الوفيات اثناء وجوده في مكه، يبدا بتدوين بعض الاخبار، فاذا توفي قاضي، اذا توفي امير، اذا توفي عالم، فيبدا يسجل ويذكرها الى السلطان، فيبدا يعلم بالوفيات التي حدثت. ايضا ينقل المبشر اخبار الامور الاقتصاديه في مكه من غلاء الاسعار او الرخص او اثناء موسم الحج، فهل الحجاج نعموا برخص الاسعار او انهم كان عليهم غلاء ومشقه في اسعار المواد الغذائيه. من فضائل الدور المبشر ايضا اخبار السلطان انما يتعرض الحجاج الى مشاكل او صعوبات اثناء عودتهم الى مصر او الشام، اما بسبب الظروف الطبيعيه السيئه او بسبب قطاع الطريق والطرق واللصوص، فلما يحضر المبشر فان السلطان او نائبه يبداون بارسال انقاذ لهؤلاء الحجاج لمحاوله انقاذ ما يمكن انقاذهم من بقايا الحجاج لعودتهم الى مصر. حدث حادث في سنه 745 عندما تعرض الحجاج الى مكروه اثناء عودتهم الى مصر، فقام الامير ارغون العلائي بارسال الروايا واحمال الزاد والجمال لانقاذ باقي الحجيج وحضورهم واحضارهم الى مصر، حتى ان هناك شخص يذكر يقال اسمه مهنا وهو دليل الطريق، يقول اني سافرت 50 عاما دليلا لما ارى مثل هذه السنه، هذه شهاده لما حدث لهؤلاء الحجاج. الهبات والعطايا. نجد ايضا المبشر حاولت في البحث ان اصل الى هل هذه الوظيفه وظيفه رسميه لها راتب مقطوع لها كذا، ولكن لم يذكر او تذكر المصادر، لم تذكر المصادر عن هذه الرواتب او انها وظيفه رسميه ثابته، لكن هناك الاعطيات والهدايا يحصل عليها المبشر عند عودته الى القاهره تنوعت حسب البشاره التي يحملها المبشر. فاذا كان المبشر بسلامه السلطان فان الخلع والهدايا تاتيه من الامراء والخواص، لا بد ان يعطونه يقدمونه الهدايا بتبشير بسلامه السلطان. اما اذا كان المبشر يبشر السلطان بسلامه زوجته او ابنائه
فإن المبشر أيضا يحصل على خلع كبيرة من السلطان والأمراء أي الموجودين أيضا حوله. وردت بعض الإشارات من هذه العقيات، أذكر منها أن أو في شهر ذي الحجة سنة 721 وصل إلى القاهرة صيف الدين يبشر بسلامة زوجة السلطان، فقال عليهم السلطان وأنعم عليهم من بيت مال ب5000 درهم. سنة 733 قدم مبشر الحاج القائل مبشرا بسلامة السلطان الناصر قلاوون، فدقت البشائر وخلعت عليه الخلع الكثيرة. بالنسبة للأهالي وذوي الحجات الذين كانوا ينتظرون قدوم هؤلاء المبشرين يطمئنون على أهل وأقاربهم ويستلموا الكتب منهم كتب الحجات، إنما لم تذكر المصادر، لم تورد، لم أجد شيئا، لأن أحد أهل الحجات أعطى هؤلاء المبشرين عطيات أو هدايا، فما يدل على ذلك أن العطيات كانت فقط من السلاطين والأمراء. قال نبني ما سبق أن المبشر كان يتلقى الهدايا، بس العقبات أهم شيء دكتور. هناك عقبات ومشكلات تواجه المبشر أثناء عودته، عقبات كثيرة، فنجد أن حضوره كان يضفي الراحة والطمأنينة لسكان في مصر ودمشق، فإذا صادفتهم مشاكل عقبات قطاع الطرق والرسوم فتجد أن الأهالي يكونوا في قلق شديد. حصلت إشارات كثيرة لحصول هؤلاء المبشرين على عقبات، أذكر واحدة منها دكتور ما حصل في سنة 838، يذكر ابن ياسر المبشر حتى قدم من القاهرة وهو مسلوب من الثياب من عرب بني لام في الوجه، وأخذوا ما معه من كتب وغير ذلك. وأيضا سنة 898 حصل حادث أيضا وحوادث سنة 929، فدائما يكون المبشر عرضة للسرقة. أنا رأيت أنه يكون عرضة دائما، ليش؟ لأنه بسبب أنه يقطع الطريق لوحده أو يكون دليلا معه، فما يكون معه مجموعة طبعا من القوات أو من مجموعة تدافع عنه، زي ما يكون مع حملة الحج، حملة الحج كبيرة ومعها الجنود والعساكر، فتجد أنه عرضة دائما إلى قطاع الطريق واللصوص. في الختام ما سبق فإن مبشر الحاج في نظري أنه مثل أهمية خاصة بالعصر المملوكي بعد بقى طريق الحج البري المصري من عهد السلطان بيبس وحتى آخر العصر المملوكي. هذا ما استطعت جمعه من شتات المادة التاريخية المتعلقة بهذا الموضوع، وأمل إن شاء الله أن يكون هذا بحث إضافة جديدة لدراسة هذه الفترة التاريخية عام تجد الجزيرة العربية. ذيرت في البحث الذي لم يكتمل إلى الآن أسماء المبشرين الذي حصلتهم في المصادر موجودة إن شاء الله في البحث، وأتمنى من الأخوة والأخوات الأعزاء إذا كان أحد لديه أي مثل مقال أو كتاب أو يذكر شيء عن مبشر الحاج أن يزودني بها حتى نستطيع أن نكمل البحث على الوجه المطلوب. وشكراً سعادة الرئيس.